السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على واحد القضيه ضروري غادي تكون طرات لك. شي مرات كتكون مع صاحبك داويين في شي موضوع والهواتف ديالكم حداكم، فاش كتكملوا داك الموضوع وفاش كتمشي للهاتف كتتفح في الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا جوجل، كيطلع لك داك الموضوع علاش كنتو داويين. كتستغرب كيفاش انا ما درت لا ريسيرش لا والو وطلع لي هذا الموضوع اللي كنا داويين عليه. هاد القضية وهاد اللعيبة راه كاينة في جوجل كروم. فاش كتحملو انصاليه في الهاتف ديالك كيكونوا جوج واحد جوج الخاصيات مفعلين، الخاصية ديال الميكرو والخاصية ديال الكاميرا مفعلين. هما فاش كيجيك تجسس من جوجل كيمشي للفيسبوك ولا اليوتيوب. هاد القضية إلا بغيتي تحيدها تبع الفيديو حتى لتالي باش عرف الطريقة ديال باش تحيد هاد القضية. ما تنساش دعمنا وتشارك في القناة باش يوصلك كل جديد ديالنا إن شاء الله. هذا هو جوجل كروم. فاش تنحملو من بلاي ستور نمشيو نديرو اوفرير، من بعد غادي نمشيو لهاد ثلاثة النقاط الفوق، غادي نديرو كليكيو عليها، غادي نمشيو للبارامتر، من بعد نبطو لهاد بارامتر دو سيت. هنا كما كتشوف راه كاينين مجموعه الخاصيات، وحنا بغينا غير هاد الكاميرا وهاد الميكرو. هاد الكاميرا غادي نمشيو عندها غتلقاها مفعله، غادي نديروها ديزاكتيفي، ونرجعو للميكرو حتى هو غادي تلقاه مفعل، نديرو حتى هو ديزاكتيفي. هكا غادي نكونو حيدنا هاد اللعيبه اللي كتسس علينا. ما تنساوش تدعمونا وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ديالنا ان شاء الله. تحيه للجميع.